دكتور صلاح حجاج استشاري إنشاء المزارع السمكية في المناطق الصحراوية من مواليد كفر الشيخ، وتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، وحاصل على الماجستير من جامعة اسكندرية سنة 1994 والدكتوراه في الأسماك سنة 2004، وهو متخصص في تنفيذ مشاريع التكامل السمكي والزراعي في الأراضي الصحراوية باستخدام مياه الآبار العذبة والشروب بالنظم المكثفة لإنتاج 50 طن من الأسماك في الفدان الواحد. طب دكتور صلاح، إيه رأيك لو نعمل مقارنة؟ النهاردة في أنظمة كتيرة جداً للزراعة السمكي، هل أزرع بأن أنا أحفر حوض وغطيه بمشمع وحط فيه السمك، ولا أدخل في أنظمة البايفلوك، ولا الراس سيستم، ولا الأكوابونيك؟ ما تقول لنا كده يا دكتور كل نظام وإيه مميزاته وإيه عيوبه؟ كل المنظومات اللي سعادتك ذكرتها، ذكرت الراس سيستم أو البايوفلوك أو الأكوابونيك أو الانتنسيف كالشر اللي في الصحراء، كل المنظومات دي بتعتمد على كثافة وحدة السمك في وحدة الماء. تمام، جميل. طيب عشان اشتغل ده لازم يكون متوفر عندي كهرباء وطاقة كهربائية عالية ومستمرة طول الوقت. مفيش حاجة اسمها ايه ده نظام مكثف، أي غلطة فيه كارثة كارثة على طول. طيب أنا عايز طاقة، معظم الأماكن ما فيهاش طاقة، طاقة الشمس موجودة، طاقة الشمسية جميل، يبقى في أي أرض مش موجود فيها طاقة كهربائية بتاع الدولة ممكن أشتغل بالطاقة الشمسية أو طاقة البيوغاز أو طاقة الرياح، جميل. طيب مش كل المزارعين عندهم حجم الاستثمار العالي ده بتاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة البيوغاز. طيب نعمل إيه؟ الدولة حاليا بالتوجهات الرئاسية اللي موجودة بتدعم جميع قطاعات الزراعة بالقروض الميسرة، يبقى نقدر ناخد من البنوك قرض ميسر لإدخال طاقة شمسية أو طاقة رياح أو أي يعني كان، وبالتالي الفايدة بتاعتها بتبقى فايدة تنقصية وبسيطة. هنا بقى كده أقدر أخلي المزارع يخوض التحديات الكتيرة اللي هو يشتغل بإيه بشغل أفضل، ده الأفضل اللي عندي. طيب عايز بقى أنت المقارنة بقى بين البايوفلوك وبين الراس سيستم وبين الانتنسيف كالشر و و و والكلام ده كله. هي كل سمكة، سؤالك وجيه جدا يمكن، بس كل سمكة لها منظومة. بمعنى أنا مثلا البايوفلوك على سبيل المثال احترم جدا منظومة دي جدا جدا جدا، لأنها بتفيدني في عدم تغيير مية كتير، لأن ما بغيرش مية خالص. يا جماعة بتعتمد على البكتيريا النافعة بالضبط، بتعتمد على الفلوكس اللي موجودة من فضلات السمك والبكتيريا اللي موجودة والطحالب اللي بتنمو بتعمل قشور كده اسمها فلوكس، هناك دي السمك بيتغذى عليها بالزبط. فبتوفر من العلف المقدم، مش العلف بيتوفر كله، بتوفر نسبة من العلف بس. لازم المية في البايفلوك ما توقفش أبدا عن الدوران في قلب الحوض، تفضل دايرة ببدلات ببلورات بأيا كان، لازم وسيلة. لو المية دي وقفت لمدة نص ساعة القطيع كله راح، القطيع راح. نفضل نشوف المنظومة التانية اللي هي الراس سيستم، اللي هو الراس سيستم اللي يسموه إعادة تدوير المية. برضو المنظومة دي محتاجة عين المربي في وسط راسه، وبتتكلف، ودي هاي تكنولوجي بتتكلم في الأماكن اللي فيها شح مائي.